هنا بقى دوت بيتكلم على اليونت 2 فورس اند موشن. ده بقى فيزيكس، فيزياء. اللي كنا بناخده في اليونت 1 كان كيمستري، كيمياء، والكيمياء كان الدروس بتاعتها معلش محتاجة حفظ. دوت بقى محتاج فهم وشوية حفظ بسيطة، لو تركزوا معايا أسهل ما يكون. الليسون 1 اللي هو اسمه إيه قلنا عندي هنا هوت يونيفرسال فورس. يونيفرسال فورس اللي هي القوة. يعني إيه يا مستر؟ أنتوا شايفين إيه دلوقتي دي؟ ها؟ إيه ده؟ ده 3 صور دول يا مستر. بصوا الصورة الأولى بيقول لي هنا إيه؟ ذا بوك اون ذا تيبل ريماين ستاتيك. هو الكتاب دوت ستاتيك ولا مش ستاتيك؟ ستاتيك يعني ساكن ولا بيتحرك؟ ساكت ساكت. ذا بوك اون ذا تيبل ريماين ستاتيك، يفضل ثابت. As long as no one can move it. قولي give reason. الجي ار يعني ليه؟ ليه الكتاب بيفضل ساكن إلا إذا حد حركه؟ عملية بسيطة أهي. Because there is no force. There is no إيه؟ force. كلمة force يعني إيه؟ قوة. مفيش، أقول لكم حاجة، مش ممكن واحد يبقى راكب العربية وتعطل منه العربية؟ أي ويبقى ستاتيك واقفة ولا مش واقفة؟ واقف ستاتيك، ستاتيك يعني العربية إيه هنا؟ كلمة ستاتيك ثابتة واقفة. بنعمل إيه؟ فورس، بنزقها اهو بقى فورس. بيقول لي هنا البوك اون ذا تيبل ريماين ستاتيك، يفضل ساكن as long as no one move الا اذا حد ليه؟ because there is no، لو جالي في الامتحان سؤال ده وقال لي give reason بقول له because there is no force act on it، عشان ما فيش قوه. الراجل التاني ده بيعمل ايه؟ ها؟ بيزق الايه دلوقتي؟ الوول، الحيطة. ينفع؟ انتوا لا يا ساكنين مستر، فين؟ انت في البيت ينفع تزق الحيطة؟ لا طب بص كده معايا، بيقول لي ذا وول، مالها ذا وول؟ ذا وول doesn't move when you push. يا عم احنا عملنا بوش دفعناها، يعني في فورس. طب ليه ما اتحركتش؟ مش احنا قلنا احنا عايزين فورس؟ قال لك بسيطة يا سيدي، because the force act on the object is improper. proper يعني غير كافية، غير مناسبة. معقول أنا بإيدي أزق الحيطة تتحرك؟ يبقى القوة ضعيفة. أو ممكن أقول له because the force acting on the object is weak. weak weak يعني إيه؟ ها؟ weak يعني أنا ممكن بدل improper يمكن، ضعيف. لحظة معايا يعني عشان ما نتلخبطش، إيه ممكن أقول كده هوت ويك وضعيف. اللي بعده الواد ده بيعمل ايه؟ عنده هنا بول، شات الكوره، كان في كوره هنا شاتها. بقول لي هنا ايه بقى؟ ده ستاتيك بول. قبل ما يشوت الكوره دي كانت ستاتيك ولا مش ستاتيك؟ كانت واقفه. بقول لي ذا ستاتيك بول موف وين يو كيك ات ويز يور فوت اند ستوب وين ذا جول كيبر. ها؟ وين ذا جول كيبر عمل ايه؟ ها؟ كاتش ات. كاتشيت طيب قال لا، يعني ايه؟ خلي بالنا هو مش هيسالني كده في الامتحان، ده كله لغايه دلوقتي انا بهيئكم نفسيا للموضوع، الاسئله غير كده خالص. معلش بيقول لي ايه؟ بيكوز ذا اوبجكت بص 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 ستيت تشينج فروم ستاتيك، بتتحرك من ستاتيك تو ذا موشن ستيت. فيس على فكره كلمه فيسا فيرس والعكس، ممكن الكوره تراكم. كانت بتتحرك وهو صدها وقفت. يبقى عرفنا ان لازم يبقى في عندي كلمه ايه يا جماعه؟ فورس، لازم قوه عشان تحرك. طب الواد ده بيعمل ايه؟ لكم معايا اخر صوره بقى، يقول لي هنا ايه بقى؟ ده بول، واحد شاط كوره هو خبطها بدماغه، فبيقول لي ذا بول تشينج اتس دايركشن. الكره واحد شاطها ماشي، هي كانت ماشيه كده، لما يصدها هترجع ايه؟ ها؟ يعني عملت ايه؟ تشينج اتس دايركشن وين ذا بلاير ديليفر ات ويز هيز هيد، لما يخبطها بدماغه. طب ليه؟ قال لك بيكوز
the direction of the acting force is in the opposite direction، لأن الدايركت هو بصوا كان الدايركشن كده صدها كده، يبقى in the opposite، ده الأوبوزيت العكس بتاعها. إحنا فهمنا حاجة يا مستر؟ عايزين نوضح، والكلام اللي يجي في الامتحان بيجي إزاي؟ بصوا بقى معايا، يعني إيه بقى فورس دلوقتي؟ يعني إيه فورس؟ أيوه يا عايزة حاجة يا رضوى؟ هتقولي حاجة؟ ها؟ مستر، يعني ما هو في حاجات إلكترونية ممكن تتحرك لوحديها. لا، في انرجي. برافو عليكي، تقولي الكترونيه هيبقى فيها فورس، الفورس انرجي بتتحرك بالكهرباء بالبتري، لكن من نفسها كده قولي لي، جيبي لي كده زي مثال. ها، لو عجبنا لا عربيه لعبه، العربيه اللعبه دي بيكون فيها بتري او ريموت كنترول هو اللي بيحركها، اهي دي اسمها فورس، اهو مش لازم بايدي. ها، وصلت ولا لسه؟ اه يعني لازم يبقى في الفورس نقصد بها ايه؟ انرجي. انرجي تمام. يعني ايه بقى فورس؟ قال لي ولا حاجه. ان افكت وتشينج، وايه تشينج؟ ذا اوبجكت فيز، فيز يعني الحاله، فروم بينج ستاتيك تو موشن، جسم ساكن عشان احركه واخليه موف، ها محتاجين ايه يا جماعه؟ فورس. فيسا فيرس والعكس صحيح، جسم بيتحرك اقف قصاده يتوقف. وضحت؟ دي مهمه جدا، وبتيجي كده الجمله يقول لي ساينتفك تيرم، هيجيب لي الجمله دي اقول له فورس، او يقول لي ايه، خلي بالنا it is an effect change the object phase from being static to motion، ويعمل لي هنا دوت نقط اكتب له فورس. فهمنا؟ ممكن تيجي كومبليت لكن مهمة جدا. طب وبعدين يا مستر في ايه كمان؟ قال لك ما تزعلش خليكم معايا. قال لي بص بقى، احنا هندرس هنا ثلاث حاجات، الحاجات الجميلة السهلة بقى دي اسمها ايه؟ فاندمنتال فورس. اسمها ايه يا نور؟ اسمها ايه يا نور؟ اسمها ايه؟ معايا يا نور ولا مش معايا؟ عمر. ايوه معاك يا مستر. طب ما تقولي يا بتير، ما اللي يقولي نادي قولي اسمها ايه؟ فاند ايه؟ فاندمنتال ايوه ما تخافيش، قولي فاندمنتال فورس، يعني القوة فورس الأساسية. ايه هي؟ الجرافيتيشنال فورس. اسمها ايه يا رضوى؟ اسمها ايه؟ فاندمنتال فورس لا، الفاندمنتال دي بتنقسم لكام نوع؟ ثلاثة. أول نوع اسمه ايه؟ ها؟ رضوى اسمها ايه؟ gravitational force برافو عليك يا عمر. التانية اسمها ايه؟ electromagnetic force الكترومغنيتيك فورس. اسمها ايه؟ الكترومغنيتيك فورس. electromagnetic force والتالتة اسمها نيوكلر فورس. وانا يعني قريت في الاخبار ان ايه اللي هو النيوكلر فورس ده ملغي، هنشوف بس هتاكد لكم هل ملغي ولا لا، في ملغي في الترم ده. اول ايه؟ عمر معايا؟ عمر معاك يا مستر. طب قول لي اول عنصر اسمه ايه يا عمر اللي هندرسه؟ اسمه ايه؟ جرافيتيشنال ايه؟ فورسز التاني اسمه ايه يا عمر؟ الكترو ماجنتيك فورسز فورس. ونيوكلر فورس، قال لك النيوكلر فورس ده في منه ويك وفي منه ايه سترونج. تعالوا ندرس اول عنصر اسمه جرافيتيشنال فورس، او ممكن نسميه الجرافيتي. اسمه ايه؟ الجرافيتي اللي هي الجاذبية. تمام. قال لك ايه بقى؟ تايب اوف فورس، انواع، هم ثلاث حاجات. بصوا كده، الاتراكشن فورس اللي هو الجرافيتيشنال فورس، والالكترومagnetic فورس اللي احنا قلنا عليها الالكترومagnetic فورس، وثلاثة نيوكلير فورس. هم دول الثلاث موضوعات اللي موجودين عندنا هنا، الاتراكشن فورس والالكترومagnetic فورس والنيوكلير ايه فورس. ما تيجي ندرس رقم واحد، اتراكشن. اتراكشن يعني ايه؟ يعني ايه اتراكشن؟ الجذب. الجذب جرافيتيشنال، الجاذبية. بصوا معايا، نمبر 1 اللي اتراكشن فورس او نسميها جرافيتيشنال، اسمها ايه؟ انا بقولها كذا مرة عشان الكلمات كده شديدة شوية، اسمها ايه؟ جرافيتيشنال. بقول لك such as attraction force وجرافيتي between the earth and the object. ايه ده؟ بصوا كده، الراجل ده بيعمل ايه؟ حاجة يمسكها ولو سابها بتروح واقعة.
سمعتوا عن واحد اسمه نيوتن؟ عارفين نيوتن؟ ايوه ده عالم، ها؟ عارفينه ولا لا؟ ايوه نيوتن ده كان، ايوه نيوتن ده كان قاعد تحت شجرة تفاح، ففي تفاحة وقعت على الأرض، فسأل نفسه هي ليه وقعت ما طلعتش لفوق؟ قعد يدور واكتشف إن في حاجة اسمها الجرافيتي، الجاذبية الإيه؟ الأرضية. يبقى إيه هي الجرافيتيشنال؟ جاذبية اتراكشن الأرضية. فورس جرافيتي بتوين ايرث اند ذا اوبشن. طيب يعني ايه؟ قال لك سو ذا فورس which attacked object to the earth. يا جماعه خليكم معايا، ده اوبجكت يقع على الارض، يعني اتراكت، بينجذب للارض. مين اللي بيخليه؟ ها، تو ذا ايرث، تو اتس سنتر، للمركز الارض، اسمها اوبجكت ويت. ايه ده، ايه ده يا مستر؟ اه يعني الجرافيتي ممكن نسميها فورس، وممكن نسميها ايه؟ ويت. ممكن نسميها ايه يا جماعه؟ ها، الجرافيتي فور ممكن نسميها ويت. لو انتوا فاكرين في سنه سته ابتدائي اخدتوها الكلام ده، الويت، الويت. طيب وبعدين؟ اللي بص بقى، في سؤال، وات از مينت باي اوبجكت ويت؟ يعني ايه اوبجكت ويت؟ بسالكوا سؤال، لو عندي حاجه فيها ماس، خليكي معايا يا نور، مش وقته، خليك يوم الامتحان هنشغل الكاميرا ان شاء الله. بصوا معايا، ماس، الماس يعني ايه يا جماعه؟ ها، ماس الجسم، لو عندي ماس جبت كيلو برتقان وزنته، ده الماس، الوزن بتاعه. اما الويت، لا، الويت هنشوفه دلوقتي يعني ايه. يعني ايه الاوبجكت ويت؟ لك الاوبجكت ويت از ذا ايرثز ابيليتي تو اتراكت اوبجكت، قدرة الأرض إنها أتراكت، أتراكت أوبجكت. الويت إت إز ذا إيرث أبيليتي تو أتراكت، مختصرة الحاجات. أيوة، الميجرنج يونت يعني إيه؟ لما يجي في مسألة زي ما هنشوف دلوقتي، يقول لي عايز الويت، هنرمز له بالرمز دبليو. الميجرنج يونت إيه؟ النيوتن، اللي هي الإن. الميجرنج يونت إيه؟ الميجرنج يونت اللي هو إيه؟ الميجرنج، اسف، اليونت ميجرنج نيوتن. هاو كان يو كالكوليت ذا اوبجكت ويت؟ في مساله هناخدها دلوقتي، هيجي يقول لي ايه بقى؟ احسب الويت. اقول له ولا تزعل، باي يوزنج ذا فولوينج لو، الاوبجكت ويت، الماس في الايرث جرافيتي. يا مستر اختصار اهو، قانون يتحفظ، لو طلب الويت بتساوي الايه؟ ها، الماس في الجي اللي هي الجرافيتي. طب نوضحها بطريقه اكتر، بصوا معايا، قولي يا قولي، عايزه تقولي حاجه يا رضوى؟ مثلا انا مش فاهمة الحتة دي بس. اسالك سؤال، احنا دلوقتي في بنقول في حاجه اسمها ويت، فيها مشكله؟ لا الويت ده انا لو في كوره معايا مش بتقع على الارض، معاك الكتاب لو سبتيه مش بيقع على الارض، مين السبب؟ الجرافيتي، الجاذبيه. اهي الجاذبيه دي سميناها ايه بقى؟ سميناها ايه؟ ويت. لو جاب لك مساله وقال لك احسب الويت، قولي له طب الماس بكام؟ وزنها كام؟ واضربيه في الجي، الجي دي دايما 10 ثابته او 9.8، هو هيجيبها لك في المساله. طب بس خليكي معايا، ادي المسائل الاتي، لو طلب الويت، او طلب الويت، قولي له ان الويت بتساوي الام في الجي، الماس في الجرافيتي. طب لو طلب الماس، مستر نعم، ممكن تدينا مسألة؟ ما هناخد مسائل دلوقتي كتيره، ما تخافوش. لو طلب الماس بقول له الماس بتساوي، بصوا الماس اهي بتساوي الدبليو على الجي. طب لو طلب الايه هنا، الجرافيتي، بقول له بيساوي الويت على الام. يا مستر انت عمال طب كم قانون؟ هو قانون واحد، الدبليو بتساوي الام في الجي، او الام بتساوي الدبليو على الجي. ولما نتلخبط نروح عاملين المثلث ده كده، وهنا نكتب دبليو، وهنا الام والجي. لو طلب الدبليو يبقى الام باي جي، لو طلب الام الدبليو على وصلت المعلومه ولا لسه؟ طيب قال لك ايه بقى؟ من الرسمة دي نقدر نستنتج الآتي، إن الويت بيعتمد على
مش اكتماس على الماس اهو، وعلى الجرافيتي. يعني الماس دي لما تزيد الويت يحصل له ايه؟ يقل يا سلام، يزيد. يعني الماس دوت انكريز يبقى الويت انكريز، الماس ديكريز يقل يبقى الويت ديكريز. طيب بصوا معايا. المفروض الاثنين عكس بعض يا مستر. لا بص هقول لك حاجه، خليكي معايا كده. بص معايا، لو قلت لك في جسم كوره معاكي كتاب كوره، الماس بتاعتها وزنتيها على الميزان طلعت 100 كيلو، كيلو جرام 100 كيلو، صح كده؟ يبقى ده الام. طيب قال لك هات الويت، قلنا له حاضر، ما هو الويت حسب القانون بيساوي ايه؟ ها، بيساوي الام باي جي، وقلنا الجي دي ثابته، يعني هي دايما 10، قوه الجاذبيه ثابته، يبقى نقول له 100 باي ايه؟ 10، يعني بتساوي كام؟ 1000، 1000 ايه نيوتن. طب افرض بقى قال لك الماس 50، الماس بقى بتساوي 50، ها، يبقى الدبليو بتساوي 50 باي 10، يعني بتساوي 500. يبقى لما ده ديكريز الويت ماله ديكريز. اتفهمت ولا لسه؟ ما هي الجي دي ثابته في اي مكان، ها. ايوه يا بص مستر، الحمد لله. طيب لك، بس خليكي معايا، انا عندي جسم، هو مش هيسالك في الناس بس افهميها، ده 1 كيلو جرام، 1 كيلو جرام، 1 كيلو جرام، يعني الماس ثابته ولا متغيره؟ ثبت ثابته. طيب بص كده على الجرافيتي، على الويت، مره الويت 9.8، مره الويت 9 بوينت اقل، الويت عمال ايه؟ يزيد ولا بيقل؟ بيزيد بيزيد ويقل. فين بس؟ وانا طالع من تحت لفوق، ها، ديكريز اهو. بيزيد لا ديكريز يعني بيقل، دي 9.8 دي 9.5 دي، ديكريز ليه؟ المفروض لا نام قليلة. بصوا معايا، ده الكرة الأرضية، دي الأرض، وأنا على الأرض ال 1 كيلو إن الجرافيتي بتاعتها 9.8، لو طلعت 100 كيلو لفوق في السماء زي بالطيارة كده الجرافيتي بتقل، أطلع زيادة كل ما تعرفين لما أسيب الكرة الأرضية خالص يبقى نو جرافيتي، يبقى الجرافيتي بزيرو، الأجسام تطير. وصلت ولا لسه؟ يا مستر، طب خليكم معايا احسن يا مستر، انت دوشتنا، هاتينا المسائل تيجي ازاي، صح كده؟ جبت لكم مسالتين، بس قبل ما نحل المسالتين في حته معلومه، دي ايه دي؟ ديت كده ايه دي؟ ارث. دي ايه؟ الارث، ارث اللي هي الايه؟ الارض. ودي ايه ديت؟ سنتر، مركز الارض. كل ما الجسم يقرب من السنتر الجرافيتي انكريز، كل ما الجسم يبعد يحصل له ايه؟ ديكريز. فهمناها دين ولا لسه؟ اي ذا افكت بوينت اوف ذا اوبجكت ويت، الويت از لوكيتد ات ذا سنتر اند ذيس از نون از سنتر اوف جرافيتي، يعني السنتر ده بيسموه سنتر اوف جرافيتي، مركز الجاذبيه. It is said that Earth's attraction the orbit towards the center, the center gravity. يعني كل ما ابقى جنب المركز الجرافيتي تزيد، كل ما ابعد، ها، decrease decrease، ولما اخرج بره الكره الارضيه يبقى no gravity. هم رواد الفضاء لما بيطلعوا بره مش بيطيروا في السماء؟ ليه؟ no gravity. عشان ما فيش جاذبية. طب يا عمر، سامعني يا عمر؟ سامعك يا مستر. طب بص اقرا كده لكل واحد، هما 3 مسائل، في مسألة جاية كمان، كل واحد هياخد مسألة. اقرا كده يا عمر، بيقول لك كالكوليت، ها، ويت، يعني ايه ويت calculate the الأول؟ weight لا لحظة، الويت رمزه ايه الويت؟ in W دبليو، كويس كده. الماس بكام؟ هو by الماس رمزها 100 ايه يا عمر؟ الماس رمزها ايه؟ M. ام. لا عمر اللي يقول، كل واحد هيبقى عليه مسألة. بيقول لي اف الارث جرافيتي، مديني الجرافيتي اهي 9.8، مديني كام حاجة؟ مديني الدبليو، بصوا، لا ده هو عايز الدبليو مش عارفينها، مديني الماس بتساوي 100
ومديني ايه كمان؟ الجي جرافيتي بتساوي 9.8. طب هو عايز ايه دلوقتي؟ عمر، هو عايز ايه يا عمر؟ هنعمل 100، عايز هنقول له ايه بقى؟ ال W equal ايه؟ هنعمل 100 M في الجي بيساوي 100 باي باي 9.8. شوفها بالآلة الحاسبة تطلع كام؟ خلصت. ايه، اتفهمت المسألة ولا صعبة؟ رضوى معايا؟ رضوى يا مستر، بس النت يلا احل بيقطع لي المسألة التانية. كالكوليت زي ايه؟ شوية. زماس استني بقى، يعني الماس ديت ايه اوف مالها؟ الام مالها؟ ما احناش عارفينها، عايزينها. طيب وبعدين؟ ومديني ايه ده؟ ويت الويت الدبليو، الدبليو بكام؟ 280. تمام. ومديني وبعدين الجرافيتيشنال كام الجاذبية؟ مديها لي هنا بكام؟ الجي بكام؟ 10. طب بص بقى معايا، القانون بيقول هو عايز ايه دلوقتي؟ ها؟ عايز الايه؟ هو الام. هيضرب الاثنين اقول له الام الام ايكوال الدبليو اوفر جي. طب الدبليو بكام؟ ها؟ ب 280 280 على كام؟ على 10. على تب. 0 مع 0 بتساوي 28. خلصت. ايه، اتفهمت المسألة ولا صعبة؟ سهلة سهلة. يا نور معايا؟ يا نور أيوة يا مستر، هجيب لك مسألة انت صعبة. يا نور خدي يا نور مسألة. هي مش صعبة ولا حاجة، اقري معايا كده يا نور. يلا يلا. A big boss has box has a number of small balls لحظة that لحظة are بس، بقول لي في صندوق، ادي الصندوق اهو، تمام؟ ماله الصندوق دون؟ خليكي معايا كده. ها، هاز سمول بولز، في هنا ايه؟ كور صغيرة جواه، ما نعرفش كم واحدة لسه، تمام كده؟ وبعدين سيميلر ان ماس، يعني ايه سيميلر ان ماس؟ الام كلها ثابتة. اف يو نو ذات، لو قال لك الماس اوف وان بول، الام بتساوي 0.5 للكرة الواحدة، وجاب لك الويت اللي هو الدبليو بتساوي كام؟ 500. ده مش كده، وقال لك الجرافيتيشن بتساوي 10، الجي بتساوي ايه؟ 10. امال هو عايز ايه؟ ده اداني الماس واداني الويت واداني الجرافيتي. لا، بقول لك كالكوليت ذا نمبر اوف سمول، عايز عددهم كم كوره. تعرفي تقولي نعمل ايه في المساله ديت؟ ها، هنعملهم كلهم مع بلس. الاول اجيب الايه؟ بص، هو مديني الايه هنا، لحظه، اديني ايه الاول؟ الكره زيرو الواحده، بوينت فايف ينفع في جيب الدبليو بتاعتها؟ الدبليو بتساوي ايه؟ ها، 500 الايه؟ الدبليو بتساوي الدبليو ام الام باي جي، جي. صح كده؟ يعني انا بتكلم على الكره الواحده، خلي بالك افهمي. قال لك الويت اوف بولز، ده الويت بتاع الكور كلها. لا، انا هجيب الويت بتاعت الكره الواحده، هتساوي الام في الجي. الام بكام عندي هنا؟ 0.5 0.5 باي الجي والجي بكام؟ ب 200، 10 يعني هتساوي كام في الاخر؟ 5 نيوتن. خلي بالك احنا طلعنا ايه دلوقتي؟ الويت بتاعت الكوره الواحده. طلعنا ايه دلوقتي؟ الويت الويت بتاعت كله الكوره الواحده. هو عايز ايه دلوقتي؟ النمبر. هقول له النمبر اوف ويت، النمبر اوف بولز بيساوي ايه بقى؟ بيساوي، ها حد يعرف يقول لي يساوي ايه؟ الويت اوف بولز، الويت كله الويت على ايه؟ ها، على على الناس الويت بتاعت الكرة الواحدة. هو مديني النمبر كلهم بكام؟ الويت كله بكام؟ ها، 500. الويت طب الكرة الواحدة 500 طلعناها كام؟ 5.5 عدد الكور كلها 100. على فيها مسألة عادية، انتوا فهمتوها ولا لأ؟ متلخبطين. ها، لا، اللي مش فاهمها يقول لي وانا اعيدها من الاول. فاهمين. نور فهمها يا نور؟ رضوى، عمر، في ايوه الفاضي يا يا نور. مستر. ده خلصت احنا لحظة بس كده، لحظة وبعدين هخش تاني. لحظة يا جماعة.
لحظة، خليكم معايا بس، لحظة بس. انتوا شايفين الشاشة دلوقتي؟ ايوه طيب مستر. احنا ايه؟ احنا كده عملنا ايه؟ احنا كده خلصنا الجرافيتي اول جزء. ما تيجوا الاسئله تيجي ازاي يا مستر؟ بس بسيط، لان الدرس اللي بعده بقى اللي هو الالكتروماجنتيك. بس بصوا بقى معايا، السؤال الاولاني لو سمحتوا هبدا بعمر. معايا عمر؟ معاك يا مستر. يلا يا عمر. ها؟ مستر الشاشة عندي سودا لا، اللي عنده الشاشه سودة لكم ولا تشتغل بس؟ بالفعل. مين اللي عنده سودة؟ أنا عندي تمام اشتغلت خلاص عندي. اشتغلت؟ طيب بص بقى، يلا يا عمر. When you كيك ستاتيك بول ويز يور فوت فورس اكتد اون بقول لك ذا لما بول. تخبط في كورة هتخبطها برجلك. ايوه، a force act on the ball which change the ايه بقى؟ ها؟ بي اند بي طب ما بص اقرا كده، في كوره، الكوره دي كانت ساكنه ولا متحركه؟ بص بقول ايه؟ ستاتيك اقرا كده كويس. استاتيك، واقفه. اول ما تخبطها هيحصل لها ايه؟ موشن. اي يبقى موت ستيت اوف ذا بول انتو موشن، لانها ما كانش في اتجاه. انتوا عارفين ما امتى الدايركشن؟ لما تبقى ماشيه في اتجاه ونعكسها اتجاه تاني. يبقى هنا المفروض الاجابه يا عمر، ها، نمبر بي، ستيت اوف ذا بول انتو ايه؟ موشن. تمام. رضوى، نمبر 2 يا رضوى. فورس از ان افكت افكت ذات، هي ايه الفورس دي؟ ما احنا شرحناها، ما انتوا بتبقى في صعوبه لانكم لسه ما ذاكرتوش. طيب اقري كده، اقريهم كده، قولوا لي مين فيهم الفورس. هل اولويز، بص، هل اولويز تشينج ستيت اوف اوبجكت موشن ولا، لحظه، ولا نيفر تشينج ستيت؟ هي نيفر تشينج، لا غلط طبعا، مش نيفر، ولا always change both position and direction، ولا may change state of object motion. الفورس نمبر بتعمل ايه؟ ايه؟ ها؟ نمبر ايه؟ state of object motion دي احنا في رقم كام دي؟ 2. لا، always change of object. لا خلي بالك، لا 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 لا، هنا لا، هي مش دايما الفورس ممكن تعمل، بص معايا، ممكن تعمل موشن وممكن تعمل دايركشن. خليكم معايا، لو في كوره واحد ضربها التاني صدها وردت، يبقى دي اسمها ايه؟ دايركشن. فبيقول لي دايما الفورس بتكون موشن؟ لا مش دايما، ممكن تبقى دايركشن. نمبر دي يا مستر. ايوه، برافو عليك. هي المفروض الاجابه may change the state of object motion، ربما تبقى motion. يا نور، اي مستر. ها، fundamental force. قال لا، ده العنوان اللي احنا درسناه النهارده، فاكره؟ هل هو ايوه اقري كده اول واحده، ايه اقريها، انا اول عايزك واحدة تقري الكلمه، اقريها اقريها كده، اسمها ايه؟ جريفانشال لا، الجرافيتيشنال. جرافيتيشنال بصوا يا فورس. جماعه، هو ليه انا بخليكم تقروا فيه كلمات يعني مش صعبه، جديده عليكم كده، مكلكعه؟ فهو امال فايده الدرس ايه؟ طب ما انا اقول لكم يلا الجرافيتيشنال فورس، الكترومغنتيك فورس، يلا ايه؟ ولا تقولي لي سي؟ لا لا لا، احنا نقرا ونتعلم مع بعض. اسمها ايه اول حاجه؟ ها؟ الجراف ايه؟ جرافيتيشنال فورس ولا الكت، ولا الثانيه اسمها ايه؟ قوليها. الكترومغنيتيك فورس برافو. ولا الثالثه اسمها ايه؟ نيوكليير فورس. قولي لي بقى، الفاندمنتال دي يا ترى جرافيتيشنال ولا الكترومغنتيك ولا نيوكلر
ولا اقول؟ قول. اه، ما احنا لسه قلنا لما رسمنا الرسمه قلنا الفاندمنتال ثلاث حاجات، جرافيتيشنال والكتروماجنتيك، يبقى الاجابه هي نمبر دي. برافو عليك، تمام. يلا يا عمر، معاك يا مستر. يلا قول نمبر فور. The apple fall down due to the effect of هل اه لما هتبقى يبقى في تفاحه earth، على بص الشجره، في تفاحه وقعت ايه؟ يا ترى بسبب ايه؟ هتبقى اقرا، earth لا اقراهم، gravitational اقراهم لي، force، اقراها لو سمحت. ايه نمبر 1 اسمها ايه؟ electromagnetic force، ولا الثانيه اسمها ايه؟ ايه earth gravitational force، هي دي الإجابة. بي ما هي الاجابه، بس كمل قرايه وبقى. او ها weak nuclear force، ها strong nuclear force. اه، مين فيهم الاجابه؟ زي ما انت قلت، برافو. بس فهمت انا ليه بصوا، فهمنا ليه انا بخليك تقروا الجمله يا جماعه ولا مش عارفين؟ ها، على اساس ان احنا بنتعلم، لانك لو ما قريتش الكلمه صح صعب انك تحفظها. في سؤال اخير بيقول لي هنا ايه؟ complete the following. يلا يا رضوى، رضوى اي مس يلا اقري كده الجمله. ذا بوك اون ذا تيبل، ايوه، ريماين ستاتيك. انا عندي ترابيزه اهي، ترابيزه عليها كتاب بيفضل ستاتيك بيكوز ذير از نو ايه بقى؟ هو ليه الجسم على الترابيزه؟ لو عندي كده ترابيزه اهي، بص كده ترابيزه معوجه شويه، وفي هنا بوك كتاب بقول لك يفضل ستاتيك ليه؟ ذير از نو ايه، مفيش ايه. ها ما عشان ما فيش جاذبية سحاب، يعني ما فيش لا مش جرافيتي. جاذبيه، لا لا لا، احنا قلنا الدرس كان اسمه ايه؟ ذير از نو، انت عارفه يا نور؟ ها عمر، ها قولي. هتبقى فورس، لا فورس، فاندمنتال. ذير از نو فورس يا جماعه. مالكم؟ اوكي مش انا لسه اول ما قلنا الكتاب فضل على الطرف. اي بص، ما تزعلوش مني لحظه كده، كلين دي كده. The book on the table remain static as ليه ليه ها؟ Because there is no A. ها there is no A. Force، مفيش فورس. قوة. كلمة دي، الكلام اللي قلناه في أول الحصة، وضحت كده ولا ما وضحتش؟ نرجع نكمل مع بعض. هاي معلش، حاضر، لحظة. رقم كام بعد كده؟ يلا يلا يا نور، التانية يا نور When بتقول you إيه؟ kick a topic. بول باي يور فوت، بول ضربت باري يور الكرة فوت. برجلك. بس الكرة دي كانت ايه يا نور؟ ها استاتيك، الكرة كانت ساكنة. اه، اكت اون ات كوزنج ايه؟ في حاجة بتأثر عليها بتسبب ايه؟ فورس فورس، تمام. طب بتسبب ايه؟ بتعمل فيها ايه؟ موشن، برافو، ايه الشطارة دي تعملها يا موشن. خطيرة انت والله يا نور، شطورة. عمر، اخر جملة يا عمر، بتقول ايه يا عمر؟ ها فورس كان تشينج ذا دايركشن، اول ما يقول لي تشينج يبقى ايه؟ فور برافو دايركشن. عليك، دايركشن، يبقى هنا ايه؟ دايركشن، الاتجاه. الدرس سهل ولا صعب؟ سهل. لا بصوا سهلة بقى معايا قبل ما انسى، عشان كل سنه وانتم طيبين، أصلا. رمضان الاسبوع اللي جاي، تمام، على يوم الخميس يعني. المواعيد هنسيبها زي ما هي، بعد الفطار تبقى 9:30، تمام، تمام نفس اليومين هما وتسعة ونص. بس في اوكي، حاجه، اول يوم خليها احسن رمضان، 10. لحظه، اول يوم رمضان اذا طلع الخميس هيبقى اجازه. تمام يعني احنا بناخد يوم الاحد، بس الاحد ده بنعمل ايه؟ امتحان. ببعت لكم الاسئله يا بالليل يا بكره ان شاء الله بالكثير. لا ببعت لكم الاسئله، بجيب لكم امتحان، ده مش هيجي في الامتحان اللي اخذناه النهارده. ها، حد تمام دلوقتي حد عنده استفسار او تساؤل؟ مستر، ما نخليها يا مستر في رمضان تبقى الساعة 10 ايه اللي هجيبه يوم من الامتحان؟ الامتحان. هبعت لكم الاسئله بكره، ببعت لكم الاسئله خلاص. هو ده مستر من الامتحان اللي هيجي بكرة، لا مش هيجي في الامتحان بكره، لا انا عايز يعني اقضي، الامتحان بس
في الحاجات القديمه اللي شرحناها، هجيب لكم الاسئله بتاعتها، ولما ابعت الاسئله وحاجه وقفت معاكم فيه ابعتوا لي، اللي يقف مع حاجه يبعت لي وانا اجاوب له عليها. تمام خلاص تمام يعني. في اي استفسار دلوقتي؟ ده مش جاي في الامتحان. شكرا وبعت شكرا لكم الملف دوت PDF دلوقتي، وهبعته لكم متسجل بكره ان شاء الله. تمام بس يلا مع السلامه. يا سلام. مع ماشي. السلامه.